هذيك النهار كانت عندي واحد الوريقه ديال المسيره عطاوها لنا فرقوا علينا. حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه، كنطالبوا شويه المصاعد تنقص، راه حنا ما عندناش. واش عباد الله الزات ولات بالثمن؟ ولينا كنطيبوا بالماء، الساشيه تزيد تجيبها تدير فيها جوج مرات ثلاثه المرات، تمشي تشري الديطاي السكر، تمشي هذا مالي الديور قهرونا قهرونا وقهرتنا المعيشه وقهرنا الضو والماء، قهرنا كل شيء. ما كنقدرش نهضروا، ما كنقدرش نهضروا. ما عندكش حق باش تهضر، الا هضرتي تاكل العصا، الا هضرتي تاكل العصا. حنا بغينا حقنا، الا درتي شي حاجه ما تخدمش، ما تفرش، تمشي للطبيب وجهيات، تمشي للمقاطعه وجهيات، فين ما مشيتي تمشي وجهيات. بغينا حقنا. انا كنقول لهم بغيت باش نعيش انا وولادي، انا ما عنديش، ما عنديش. خاصك تخدم، ما كاينش الخدمه، كلشي وجوه، كلشي كليان، كلشي كليان، كلشي وجهيات. تمشي للسبيطار كيقول لك سير على عام عادي يدوزوا لك اي حاجه، فيما مشيتي كيلوحوك. اللي بشي بلاصه كيقول لك انا هو مولاها، اللي بشي بلاصه يقول لك انا هو مولاها. حنا معنيين بالشعب ديالنا وبمالكنا، الله ينصروا لنا والله يشافيه لنا. ما بغينا حتى حاجه من هاد الناس، بغينا غير الاسعار تنقص شويه. راه ما عندناش باش ناخذوا حتى حاجه، ما عندنا باش ناخذوا حتى حاجه. واش انا ما لقيتش باش ندوز على عيني؟ عندي عمليه وما عنديش باش ندوز. انا كاريه بالثمن، واحد عنده 70 فيرما، عنده 70 دار غير سدها. راه قتلونا هاد الناس، حقنا عند الله، ولكن تال عند الله ونتحاقوا، تال عند الله. اي واحد يا مول الحانوت يا مول الضو يا اي واحد دار فينا شي حاجه، تال عند الله ونتلاقاو.